هلا بقحطان. السلام عليكم. حياك الله اخوي سلطان. اهلا وسهلا ابو نايف. حياك وبياك. السلام عليكم. كيف الحال؟ الله بخير. كيف حالك طال عمرك؟ سعدنا باتصالك، اهلا وسهلا فيك. من وين يا ابو نايف؟ الله يسعد ايامك. من الرياض طال عمرك. ونعم ونعم ونعم، سعدنا والله بهالصوت الجميل. ابو نايف، كيف انطباعك عن الشباب؟ والله انطباعي عن الشباب، والله يوفقهم، هذا اللي انا بقول. نصيحة توجهها لهم؟ طيب، مشاركين معهم بالجولات الحلوة. الله يعطيك العافية. جميلة. الله يعطيك العافية. نصيحتك توجهها، نصيحة توجهها للشباب. نصيحة طال عمرك انهم طال عمرك يوافقون ويحافظون على صلاتهم. ونسأل الله التوفيق للجميع ان شاء الله. الله يعطيك العافية. سؤالنا، سؤالنا لهذا اليوم عرفته، يعني أعيده لك. أعيده علي طال عمرك. عرفت الإجابة ولا لا؟ لا والله إن السؤال ما سمعته، بعرف الإجابة. يقول لك ما هي الفاكهة التي اسمها على نفس لونها؟ الليمون، العنب، البرتقال. البرتقال طال عمرك. البرتقال. طيب، 200 نقطة تهديها لمن من المتسابقين الموجودين الأربعة؟ عندك سلطان السمي، عندك خالد الروقي، عندك عبد الرحمن خشمان، وعندك شو اسمها هباس. من المتسابق اللي يستاهل 200 نقطة؟ هديها طال عمرك خالد الروقي. لا تقحكح، لا تقحكح، خلاص ما يستاهل والله يا استاذ خالد. يا ابو سلطان، ابو نايف ما يستاهل، قحقح واجد. لا يستاهل، ابو يمه خير وبركه، الله يوفقهم جميعا. الله يسعدك يا ابو نايف وشاكرين.